كبدة البطل مشحمة والجمبري بالعسل اللي في الأوضاع المنازل بهادي بعد قعميزة عشية مزاج. وكانت البداية من هوتيل الفور سيزون أو ما معروف بفندق الفصول واللي نعرف من أغلى الفنادق وأفضلها حيث لا يوجد به إلا الفخامة. فلو بتهدرز على مطعمة يقولوا لك إنه من أغلى المطاعم في تونس وهذا المتعارف عليه اللي كانت عندنا في تجربة دينا من المقبلات اللي عندهم أجواء تقديم شيء جميل جدا. ولما تهدرز على مطعمهم تهدرز على إتيكيت في التقديم. أنا بنقول لكم حاجتين عندهم يخطفوا القلب. عندك جناوة دجاج بالعسل وجمبري بالعسل. فالجمبري بالعسل مع كريمة الجبنة والجمبري بانيه ومقلي في الزيت وصابين فوق عسل وبعدها حاطين كريمة الجبنة. فلما نقول لك إبداع خياليا مش حتستوعب لكن مدقيا حتستأنس وحتفهم الشيء اللي صاير وعلى لدة وجمال كل قطعة اللي عندك بالدرجة الثانية بعد يجي جناوة دجاج بالعسل. ومن المقبلات اللي تنشكر حقيقة اللي فيها الأجواء عاطية ما بين حار وحلو في أجواء تملأها البرجوازية كان طبق الرئيسي فهذا طبق رئيسي وهذا فهذه وجبة من الوجبات الرئيسية. شكلك قاعدين ما جابولكش ومن ضمن الأطباق في ليه سمك ويتقدم بالطريقة هذه فحقيقة أفضل خيار ومش لأن طلبي نشكر لا 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 هنا هناك لمسة وهنا هناك الإبداع فركز لي على كبدة البطل وركز لي على هادي مشحمة ومع البصل المكرمل هني نقول لك متعة المدار ففيها طعم غريب جدا وفريد المدار هني لو هدرزنا على شيء مميز فعندك فيليه لحم مع كبدة البطل ومقبلات جمبري بالعسل وجناوة دجاج أفضل خيارات تسكر بهم الموضوع. الأسعار فاتورة لثلاث أشخاص تهدرز على 190 دولار في أغلى مطعم تونس حي النصر. خلينا نردوا ذكريات حي النصر. الله على شوارع حي النصر وصليطة حي النصر والله على ذوك الأيامات. بقيت عادوا بنقول لكم على مكان في المنار اسمه الماك هاوس اللي فيه الأجواء لايف شو اللي يخدم في برجر ويخدم في كونتاكي وأنواع من المكرونة ويعتبر من المطاعم اللي فيها شو ويقدموا في صحن فيه قطعة مع كريمة الفقاعة وجبنة الشيدر. فلو جينا لمكرونتهم بنعطوها مستوى جيد جدا وصحن الحم اللي بالكريمة والجبنة شكليا المنظر يبان حاجة أما المذاق اللي فيه المكس مش مفهوم. أما لحمة البرجر في تونس زي مستواهم مريح حقيقة عندهم لحمة سيمبل وبسيطة وخفيفة وطعمها جميل. فبعد المكرونة عندك الحاجة هذه جميلة جدا اللي هي البرجر. وين يا هاني شن عندك هاد اللي حقيقة الكنتاكي اللي عندهم ما نبيش نقول لك شارب زيت لأن اللي ينشارك فاني عن نفسي ما شفت حاجة فمكساتك وحركاتك ولقطاتك الأخيرة ونعمة كريم اللهم لك الحمد هذا الحساب كامل كان لي شخصي فأسعاره تعتبر جميلة. أنا نقول لك حاجة في الصيف في تونس لو تبي تبرد عندك برادة آيس واحد في اللاك والثاني في اللامرس وفحتنا الزحمة اللي فيه تحكي لك على جو المكان. أما يا غالي النكهات اللي عندنا في ليبيا والنغم غي يفتح لك ربك ولكن من وجهة نظري نشوف فيها إن الفواكه هي أكثر انتعاش واللي هي حتكون أفضل حاجة من الثلاجة وحقيقة بمستوى جيد. عندك العشية لو جتنية في قعميزة وقهوة حاجة حلوة تتهدرز على جرومانديز عادي ايه خيار جميل من خيارات اللاكوان في المخبوزات والحلويات في الكابتشينو مع البريوش ومع الكلير ودلع نفسك وارفع السكر وطفي بالمية. فحقيقة عنده بتستطعم الحلويات اللي منها بريوش بالقشطة والكراميل اللي الحواس متاعك تستطعم في ثلاثة نكهات طعم القشطة وزبدة البريوش والكراميل مع بريوشة هشة وتقرميشة خفيفة وايه صاحبي هنا الابداع. ولما تجي للتارت بالكرموز الله على البنة اللي فيه والمال فيه يلي بالزبدة الحيوانية. خليني نقولك المكان هذا نصيحة لو جات لي تونس وبالذات للاكون ما تفوتها وحتى أسعارها تعتبر مقبولة فتعالوا نختموها في اللاكتو خيار من الخيارات. عندك العشية تمشي تقعمس في الأجواء هذه وبراد شهي مع لوز اللي تعدل لك المزاج ومزاج المزاج وتواسم نعنع اللوز الأخضر المظلل خيار من الخيارات اللاكو وقهوة هادية. نستودعك الله تونس وحفظ الله شعبك وإلى ليبيا أرض الوطن شهدانا وعلى اول غذائيه درب مشروب طاقه وبطاطا مصفره نبدا غدان تغدوا صرنا هبوط تبغى تحكوا ما صار شيء وباذن الله الليله عشان في طرابلس